المهم دابا الماتش بدا ب 14 دقيقه، نخليكم مع واحده من ابرز المحاولات اللي بدات. سال الصوت الاول زاهيه، ولكن ما كاين حتى شي بيت، بزاف ديال المحاولات والبوزيسيون راه كانت 50-50. مع رجعت لقيت الفار، ما عرفتش علاش، المهم كيتسناو في الفار. الساعة ما كاين والو. هي اننا غادي ندوزو الاصوات اضافيه بحمد ماركه تي بيت سوق هذه المحاولات. اول بيزيت ماركة للجزائر 1-0، لكن من روز ولا ماتش واعر بزاف. وانا يوم وصلت الاحتفالات نقول لكم شكرا على كاع الوقت اللي دوزتو معايا ودوزنا مجموعي غير في سلاسي كامل. الحمد لله درنا احسن تغطيه وكنا مع بعضياتنا. قال المرحوم صلاح الدين الغماري، نهايه النصره، الى اللقاء. اخر لحظات غير الفرحه كان داخل.